ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة معايا ستيوب جيمر عشان نلعب لعبة القرصان. والقصة اللي انا كنت رايح في المحيطات ادور على الكنز وللأسف غرقت يا شباب وبقيت هيكل، بس مش معنى كده ان انا افقد الامل. قمت تاني وانا سكيلتون عشان راح ادور على الكنز. مفتصلهاش بقى باللايك، عايزين نوصل الفيديو ده 20,000 لايك. ولو انت لسه جديد معانا اتمنى منك تنزل دلوقتي تشترك معانا في القناة. وخلينا شباب نجرب اللعبة، وعايزكم تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها، لان انا اهو سكيلتون هيكل عظمي. هندوس بلاي. كان يا مكان كان في قرصان اسمه ابو الاسايس، وبعد كده جه قرصان شرير هجم عليه بالبازوكا. ايه ده؟ وده انا في السجن ولا ايه؟ قصه حزينه، قصه السكيلتون ايسي. يا راجل ما فرقعتش، عادي خالص كده تلعب بحجر؟ انت بتهزر صح؟ فقد الامل وطلع يطلع من جنب التاني. اهو ابو الاسايس اصحى مره تانية عشان يدور على الكنز، وممكن ما يصحى. يلا الخض. اوعى يا ماما صحى. طب اوعى قلق عليا. عشان كنت لسه بقى بتحاول، قبل ما تحاول سكيلتون كنت اخر كلمه قلت لك اقبل عليا ولا ايه؟ ايه ده؟ انا بتحرك صدقوا؟ ده بيبص على زملائه. معلش يا عم السكيلتون. ايه ده وبعدين؟ نبص حوالينا. اخويا انت مش شايف اخونا التاني؟ محشور حشره؟ يا شباب نستكشف المكان في الاول، نشوف كل حاجه. في عصايه هنا هناك. ما ينفعش اعمل اي حاجه غير انا بس ابص حواليا. انا حواليا كتير نانا نانا. دي اللي حدفها. يلا نحاول نوصلها. خدها يا ابو الاسايس. يلا برجلك يلا اسحب. يلا دعواتكم شباب. انت بتدخل رجلك جواها؟ لا تهزر. خدها يلا. ايوه اديله. ربنا يستر وفكها. يا سلام عليك. ايوه كده. هتساعد زمايلك؟ لا لسه صحيين. ماشي. وبعدين يا ابو الاسايس ايه الخطه؟ لازم اخرج من هنا بسرعه عشان ادور على الكنز. يا شباب نقدر نشوف المدفع ده؟ ماشي خلينا نشوف المكان كله. ممكن هو كان واقف على شوف ده اللي انا كنت شاكك فيه. اسحب 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 كمان. يلا يا بطل شد يا زعيم. بشد ايه؟ بشد الخشبه. يا سلام عليك. هيستخدمها عشان يفك بيها الباب ده؟ انت بتهزر. لا دي في خشبه تانية هنا. هيولعها نار. يا سوسه بتفكر يا ابو الاسايس. انا ما كنتش عارف. هنروح هنا. يا سلام عمل شعله وحركات. هيحطها بعد كده في المدفع وبعد كده هيقعد هو فيه ويطلع. يا سلام. ايه رايكم بقى في الخطه؟ مش هخش انا؟ ده اللي كنت شاكك فيه. يا بي الراجل ايه ده؟ هو في ايه؟ شوف ايه اللي بيحصل. يا سلام. ايه ده؟ العصفور تستقبلي ولا النورس ده بتدلع؟ وحاله ارنب كمان. بس انا واقف عجيب. يا شقي ليه يا غدار عملت لك؟ لا 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 شوف الارنب الخبيث هيجيب لي هيد شوت. بقول لي خلاص انا مسامحك يا ابو الاسايس، بس ممكن يجيبنا نص كوب. نزل. شوف في اتنين من زمايلك كمان محبوسين في القفص. هنحاول نساعدهم. حن 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 طلعوا يدوروا عليا. بيشاولهم. بقول له بص 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 خلاص يا عم انت بتنفضني. شوف هيقول لهم هناك على الصخره السوسه. شوف بيقول لهم روحوا الناحيه دي. قاعدين بيهزروا. بيقول لهم روحوا هنا. يلا هنا هاجي من هنا زحمه. قاعدين بيحلقوا هم الثلاثه. خلاص بقى بقول لهم كان بيطير. ويام هل يعني هو كده
بقول لك يا عم ده بيهزر ولا ايه؟ ايه ده؟ بقول له انت روح الاول، هيروحوا للجزيره اللي انا فيها. شافهم وبعدين هتعمل ايه يا ابو الاساس؟ ايه الخطه؟ ده جاي لي عايز استخبى طيب في اي حاجه من بتاعت الكنز اللي هنا؟ ما اقدرش اعمل اي حاجه؟ طب اصح زمايلي لان هو كده كده جاي لي في السكه شباب. انا بعمل ايه؟ هنشوف طيب المكان ده كله متقفل. ده انا طالع له. استنى يا عم، شوف بطلع ايدي الصغيره. يلا 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 كمان لازم امشي مع الموسيقى. انت بتهزر يا عم، خلص. لازم امشي مع الموسيقى بالظبط. بيهزر ولا ايه؟ ادي اول واحده، ادي التانية. اه لازم اظبطها. تالتة، التانية ولا ايه؟ سريع جالي قرب للمكان. طب انا بسحبه ليه؟ انا اللي جبت ده كله لنفسي. وبعدين هتعمل ايه يا ابو الاسايس؟ تعال هات ايدك على يا لك ده في عقرب ولا ايه؟ اوعى ايه؟ يقول لك عجيب، هو فيه برضه زمان مخضوضين. طب استنى انا اشوف طيب اي حاجه هنا واديها له. اقدر استخدم لو حب يحاول يخش بس مش هيعرف. شباب ايه رايكم؟ ناخد دي عايز ونحطها في ايديه. شوف هيقعد يسحب يطلع. بفتحت شكرا ليك. هطلع لهم انا من ورا بقى عنصر تخفي. ايوه مية ما خليتهم يساعدوني بذكاء ابو الاسايس. انا وسهلا. انت هتكامل ولا هتخدهم؟ بلاش احسن. اخد المركب بتاعهم واطير. خليهم هما مع نفسهم. يا سلام باشا. ايه ده انا قاعد في البحر؟ وانا فكرت هياخد المركب. والله انت رايق يا عم. السكلتون ده دماغ. في واحد شافه. مش هيشك فيه صح؟ لازم شايف نمشي برضو. شوف عينيه. يعني في وقت هتحرك فيه لما يجي هو يبص. بص 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 اول ما يديني وشه. اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك. ايه الكلام؟ استنى استنى. اجري يا ابو العسايس. اجري يا ابو العسايس. انا ميت. استنى استنى اصل حاجات صغيره اوصل. صح ما يشكش فينا. اقول لك يا عم ده هيكل بيمشي ولا ايه؟ ده بص بسرعه صح؟ لا ما تجيش في الاخر تسرع. خليك بطيء زي ما انت على طبيعتك. عايز كمل 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 كمل. قربت يلا الاسكرت. كان هيشك صح؟ دين دين. يلا بالاسا. ايه ايه ايه؟ شفت الحركة بتاعته دي؟ اكشن. انسى زعيم. تروح تمسكني برضو. طلع لك يا معلم. يا حلاوة دول اتنين. اهلا. هيختفي. حبايبي. عارفين بقى الشرشر ضحكة بومبو. لا هيرميهم هيرميهم كل. جدع. تعال يا شرشر. تعال دير تحدي. ايه اللي بعد؟ تعال يا حبيبي. احلى قلم ده ولا ايه؟ ايه اللي بعد؟ تطلع يا نوتي. ها بتنقص الكلام ليه؟ ها تضربني. تضرب السكرتون عيب. ده معاه هدور على السيف مش هلاقيه. ضرب نفسه ضرب نفسه وقعد. ايوه كده كل واحد يعرف مقامه. لما يشوف السكرتون لازم يحترمه. ايه ده مين اللي اتحبس؟ استنى في مسجون هنا. ممكن يكون من زمان لما بيحبسوهم بعد كده يتحولوا سكيلتون. ايه ده انا اقدر اتحرك كمان. يا سلام. تعال انقذك يا صديقي يا صدوق. معلش انا اتحولت سكيلتون بقى فسامحني. اصحى كابتن.
وهتقول لي اغمى عليه او ممكن يكون راح فيها هنعمل ايه بلا سايس. يا راجل يعني انت تحط ايدك هيجي صحي مثلا؟ ممكن ليه لا. مفيش اي ردة فعل. طب وبعدين ندي له واحدة كده على السريع بيطبل له تتشعل دين. مفيش. طب ممكن يكون هو عطشان محتاج مية. هنجرب محاولة كمان. مفيش امل. خلاص خلينا طيب نشوف لو ينفع نفك الحاجة اللي ورا هنا. لا طب نشوف المكان ده نستكشفه. يا شباب عندنا في زي جيتار هنا ممكن ناخده ونعزف له حبه شويه. صخ خنانين ينفعش اخده ولا المسه ولا اعمل فيه اي حاجه. اقدر بس افتح الباب اللي هنا لان مفيش امل. قفل عليا تاني. افتح يا عم. يا وشي انت المفروض بقى سكرت. انت صح يوم شفتوه كان رافع وشه ولا ما خدتش بالي انا؟ بس ممكن مع صوت الباب بلاقي يتحرك السوسه. عندنا خريطة. ممكن تكون خريطة الكنز. تبقى كده مية مية. ناخد الخريطة. حلو. عندنا ايه تاني ممكن ناخده؟ يعني استكشف المكان كله. بس لو يعلمنا على الاماكن تبقى مية مية. هنشوف طيب عندنا ايه تاني هنا. عندنا في تشيست. وعندنا مجموعة كتب. عندنا ايه تاني؟ نقدر نفتح دي. على حاجة الكاتسين دي. اول ما تخش على اي حاجة كاتسين على طول. في ايه يا عم تورينا؟ شاف ايه ده؟ هتقول لي سكيلتون تاني. شوف يعني هشوفك ازاي يعني؟ انت بتهزر. هيخضك زي ما انت ما خضتنا. هيستخدم حاجة؟ انا بقول او ممشي هيتحرك هو. لك مفيش امل. عشان ممكن ريحه القبر بتاعته. بس انت غيرت اللبس. كرسان لا عليك يا عم. اعصابك. طب ايه لسمتها يعني؟ خبطة بقى كده تيجي فتح الباب. انت بتهزر. هيجي باب خبط. لسه برضو الراجل ما عملش اي حاجة. بس انا شفتك انه من غير راس. ايه يا عم؟ قلتلكم هيستخدم هو الجيتار. عيب. بس لازم يعملها ويستخدمه. خلينا نقدر نحطه هنا وندوس. بدأ يتحرك. سنتفرج على عزف ابو لسيس. يا سلام. ايوه بقى. تين. دين 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 دين. والله يا رايق. خلاص يا عم صحتني. هو انت ايه تعبان؟ هيد شوت. ايه يا عم؟ كعبني. انا الاسكلتر. انا مين ده كمان؟ خلاص انا بيت البيك بوس. ايه ده؟ لا وط يا ابو لسيس. جت في الراجل اللي ورا ده بيساعدنا احنا. لا 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 يا دماغي. طب فكر نفسه ازاي السوسه اخذ خريطه الكنز وهيطير. ايه ده؟ شوف حرام عليك يا مفتري. يلا لمين؟ شمال. يلا يلا زقه كمان. ايوه كده. يلا واحده هنا واحده. واحده هنا كمان. اخيرا الحمد لله على السلامه. عين. وفي واحده. اوعى تكوني شفتينا. استخبى ابو لسيس. خليك زي ما انت. شكت في حاجه. هي سمعت الصوت فشكت. اوعى تقول لي هنمشي بالبتاع يا عم. بتشيك. كمل. حرك بالراحة. واف 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 واف. كويس. عدم التراب.
مش اي حاجة. يلا كملي طريق. بس وقف 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 وقف. وقفت ليه؟ انت مستنياني انا خلينا اوصل بقى لخط النهاية. حرام عليك يا مفترية. كمل 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 كمل. اه البصة بتاعتها دي بكهرب من نعم. كمل يا كمل. ايوه كده قربنا نوصل للخط. يلا بقى ما تكملي خلينا نعدي المرحلة دي. يلا يلا. ابو الاساس بتحط في مواقف بايخة. يلا يلا. حلو. كمل. وقفت ليه وانت كل ما خلاص ما بنبدا نقرب بتشك اكتر. يلا كملي. دي ما مشيتش اساسا. استني هو انا هخش جوه المدفع تاني؟ حلوتك يا جمالك. شوف مطلوب انا حطيلي السكرتون بتاعي. قاعد بيعمل رياضة ورايق. شوف بقولك كده. بقول اساس مطلوب ميت او ميت. طب انا ميت اساسا. شوف بيش. بيقلد الشخصية بتاعته. رايق. البنت شافتك يا فضحتك. يا فضح. يا حلاوة. ده كله قاعد بيشبه. تعالى ورايا. اهو ده انا حواكو. تعالى يا حبيبي. تتا ايوه في النص. ديره ولا سيس. اوه فردت منه. اجري 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 بسرعه بسرعه لو اتمسك. انا فكرت هيقف. يلا يلا كمل. لا لا ما تاخدش نفسك. اجري 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 ورانا. اجري بسرعه بسرعه. الحمد لله هينادي اصحابه اكيد. اجري بس انت استخبى واجيب لك ايه؟ ادوات تقدر تامن بيها نفسك. اهم حاجه انه ما شفناش. الحمد لله. يا عم انت تعمل تليبورت؟ تحضني يلا. مش قد التحدي بتخش نقف بس ايه يلا. سيبني. ايوه كده. ابعد عني. ايه اجري بسرعه. اذا دخلت هنا ده في واحد هو بيعزف يا عم شغال على البيانو. اهلا وسهلا. بيدور عليا. انا بص مستخبي. يا سلام. هيفتح الباب صح. شوف ليه بتحدفني. فكرت هيخافوا. ايه بعد يا ابو الاساس. احدفنا تاني. اتفرج بص ماتريكس يا معلم. لا 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 انت قفل الباب كمان يا ناصر. طب افتح و اوه اتصد. يقول لك كفايه كده. هيطلع لي. تعالى هو شوف ضربه. يا سلام. ايوه كده لازم نخلي الولا زميلي كمان. شكرا ليك يا عم السكرت انقلب عليهم. وبيحدفوه. مين بيحدف تاني؟ اتعصب. يلا شكلها تولع. هو السوسه مين تعالى؟ انا ولا مش انا؟ لا انا. تعالى يا حبيبي انا جاي لك. ايه ده انا رايح له بجد. يلا يا شباب مش عايز اخش لك يا عم. كمل كمل. هو فين الراجل؟ ده انا هلعبه يا رايق. تعالى. بيقول لي لو كسبت تاخد الفلوس دي. يا عم انا عايز الكنز يا عم مش عايز الفلوس دي. انا دخلت له جوه الترابيزه احلى قلم ده ولا ايه؟ اقعد يلا تاني. باللي اقعد من غير ما اقعد. فلوس ليه من غير ما العب كمان؟ يا سلام. بس بص عليا بقت كلها شرشر. اهو الراجل السوسه اللي ضربنا بالكرسي. هنتعامل معاك ازاي؟ ها شوف افتكروا بعض. طلع يجري الجبان. اجري وراه ولا لا؟ قلم. احلى قلم ده ولا ايه؟ كمان والله سكلتون دماغ ده. شوف طلع يجري. فين الراجل؟
ده اللي اتحدف هيد شوت جت في دماغه الازازه. اهو التاني هيركب المركب وهيجري. يوف لازم اخذ حقي منك. ايه ده؟ اه الخريطه. قولي مع السلامه. وهتركب فين بعد كده؟ اه بيبص شاف الخريطه وما كانش واخد باله منها. قولي استنى استنى استنى. لا استنى مين؟ تلزمني تلزمني ولا؟ ودول كمان هيمنعوني؟ اهو المره دي معاهم سيوف. اهلا وسهلا. الخطه يا ابو الاساس. اه شكلي انا هعدي حاجه موطي جوه. هم خابطين في بعضهم. اعمل نفسه هيقعد؟ ده قاعد بجد. اعمل نفسك ميت؟ ايه يا ابني اللي بتعمله في نفسك ده؟ يعني كده هيمشوا يسيبوه؟ معقوله؟ قام تاني وهيطلع يجري. اجري ولا سايس. شوف بقولك ده قام تاني. قول له زميله بص كان بيضحك علينا من شويه. قول له يلا يا عم نفنشه. اجري 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 بسرعه 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 بسرعه. امسك بس الشق التاني. ايوه يس يبي. شوف احلى نطه دي. بس رجلي هتروح فيها. لا وهيمشي. استنى. لا 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 ارجع 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 ارجع. خلي بالك خلي بالك صعبه صعبه. شوف ايه صعبه كده. الحق يا عم ظبط نفسك. المفروض نفضل ماشيين كده لغايه ما ننزل في البحر. لا 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 لا. لمين شمال شمال لمين فوق وتحت. يبي ايه ده لسه قاعد. اهلا وسهلا يا حبيبي. اللهم يعني تنقذوني. التاني بيقول لي اسكت ما انت فضحناش. التاني هيضرب عليه بالمدفع اكيد. شوف هيفنشنا احنا ولا هو. يعني هو بيقول له انت يعني انا بقول له انت هتفنشني وانا كده انا مش على مركب على الاقل. هيضرب على مين؟ يا مجنون ضربنا انا المفتري. يا غدار. والتاني قاعد باشا في دماغه. وانا نزلت معاه نفس المركب. يلا يا ابو لسايس. ايوه فلت من واحده الثانيه بسرعه. يلا بقى تحت انزل بسرعه. جاي لك دلوقتي. قصدي تضرب مين تضرب مين؟ يا احلى قلم ده ولا ايه؟ هيديهوله دلوقتي؟ شوف هو ما لحقش. التاني انسى. ما عايز تعمل ايه تاني؟ قول لي خلاص. برضه بيحاول تاني؟ احنا اتنين وقفنا استسلمنا حاجه غريبه. طب ما نكمل يا عم مع بعضينا ونشوف نجيب الكنز. يا رب الخطه بتاعتي. ايوه صح كده. سوق بقى المركب يا عم خليك حلو. احنا كده كده عندنا نفس الهدف. يلا يا عم انا جاي معاك. ابو اللي اشتغل بايدك انت هتشغلنا معاك. ما كنتش تكسر الخشبه. الخريطه ايه؟ ايه رايكم نغير الخطه؟ ايوه اهو انا شغال. بقول لي يلا يلا يلا. يعني في نفس الوقت احاول اخد الخريطه وكاني برضو شغال عادي عشان هو ما يشكش فيا. يلا يلا ابو لسايس. عايز شغالين احنا اهو. ايوه مد ايدك. يا فضحتي. حاضر يا عم انا شغال اهو. يلا بسرعه ايدك بسرعه 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 بسرعه. يا عم ما تبص يا عم خليك في حالك بقى. حاضر حاضر. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. مش عارف اخدها والله صعبه. ايوه بسرعه. يا عم ما تبص بعيد عننا. هبص على العين. 100 100 خدتها؟ مش عارف اخدتها ولا لا. ضربت خطس وخدتها. مع السلامه. اخد الخريطه بقول لك بص يا ربي علشان اوت الورق.
ما يعرفش اللي السر مع البلاسيس دلوقتي كنز. من براحتك بقى عامل لك ايه طيب؟ اجرب عشان استنى اجرب بسرعه 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 بسرعه. ومين اللي بينشر على الارنب؟ حرام عليك يا عم الارنب. اجرب بلاسيس برضه الغدار مش سايبنا. عايزين نسبة بس الراجل كويس. سبقناه ووصلنا لبر الامان. المفروض الارنب ينش عليه هو اهو. شوف الشاي بس معاه سنايبر نص كوب يا شباب. شوف هيعمل ايه دلوقتي. هينش. يا دماغي يا دماغي. تصدق ان انت ارنب شرشر؟ لا هياخد مننا خريطة الكنز. ايه ده انا قمت تاني؟ ومين ده كمان؟ هتقف ضدي انا يا عم؟ هو في ايه؟ انا متخيل. ناقص حوالي 36 متر عشان نوصل. يلا ابو لاسيس نمشي نكمل زي ما احنا. ايوه اجري بسرعه. هو شوف السكيرت انا اخويا قاعد تحت الشقه. ماشي ننزل هنا. وعايز 9 متر. لا دي المسافه كده بتزيد. احنا نكمل هنا نطلع من فوق. ايوه ننزل من هنا كويس. 6 متر المفروض قلت هنا شويه. 4 شباب 7 8 يبقى عند الشجره اللي هنا. خلينا نروح لها بسرعه كده تبقى الرؤيه اوضح. شوف الغدار رايح على فين. اهو ركب المركب وراح على هناك يا شقي. واحنا المدفع ده اللي كنت بفكر فيه من بدري. يا سلام احلى جنب ده ولا بس ده فنشني صح. هطلع للمدفع بسرعه اخش فيه وهنجز سريع سريع ولا محتاجين مركب ولا اي حاجه. يلا يلا بسرعه بسرعه. بس هنحتاج يا شباب نستخدم الشعلة اللي احنا استخدمناها في الاول قبل كده. وممكن يكون في شعله. خلينا نجرب كده حظنا. ودخل على طول مفيش وقت كده كده وصل للراجل. هنزل على دماغهم دلوقتي. شوف مسكوه سمعوا الصوت. اهلا انا عم السكيلتون. ده طلع يجري وخاف منهم ولا ايه؟ نظام تحدي بقى. طب انت فرصتك دلوقتي اخد منه وحذف لي السيف. شكرا ليك ما كنت قلت لك من اول خليك معايا. هنا بيقول لنا الضربات ماشي بس اوكي احنا جاهزين. نصد كمان. انسى صوت 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 صوت. دير دير على دماغه. لا 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 صوت صوت. ايوه لا يا حبيبي تضرب مين؟ تضرب ولا سيس؟ انسى صدي كمان. نرجع هنا بسرعه. اخر حته صغير. ناقصني من هيلسي. ايه ده انا جبته كده؟ ايه مفيش امل؟ احلى قلم ده ولا ايه؟ ده مظبطهم كلهم اقلام. دي السفينة؟ طب يا عم نروح وننجز وعندنا مركب السخنن ده. ايه رأيك؟ يا رب يسمع الكلام. الدنيا ضلمت شباب وقاعدين بنتسحب. شوف مين ده كمان. ده الراجل الشاي اللي احنا خبطناه في الأول ده لو شافنا تبقى مشكلة. سحب مع صديقي؟ أيوه. تاش هنروح كل ده للسفينة. كويس كمل. يلا يا عم زق شويه. ايوه نط يعني لازم مستنيني انا عشان نط لو انت الجم. يلا 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 عايزين نشغل السفينه. خدنا وطرنا. يا سلام اصحى يا ابو لاسيس. الراجل شغال بصراحه من بدري شغال في الليل ربنا معاه. قربنا شكلنا وصلنا شايف للجزيره. يا سلام. شوف المكان متامن ومحطط لك مكان كمان تعوم فيه. لما توصلش بسرعة. يلا افتح الباب ساعدني. طيب الجنب التاني نفتح. طيب الجزء ده مية مية. شوف المكان وجماله. نفتح بقى الخريطة عشان نشوف بقى مكان الكنز. شوف التماثيل المرسومة. اخيرا فتحت الخريطة. شكله عايز ياخد الكنز لوحده. اوعى تعملها
ابو الاساس وقت تكون ماسك حاجه في ايديك تيجي حذفها على دماغه. شوف. لا لا ايه يا عم هنتحدى بعرف في الاخر. لا ركز انا ما كنتش عايز احب ولا بس انا عامل ايه؟ طيب الكنز والحاجات دي مفيش هزار. تعالى اوه ضربتني. تعالى ايوه ايوه ناخد بقى ندافع عن نفسنا شويه. لازم الراجل ده نفنشه. دي فيها كنز وفيها فلوس. هتقولي ليه يا ابو الاساس بتغدر بيه؟ عشان هو في الاول غدر بينا ودلوقتي احنا وصلنا لاهم مرحله فاحنا لازم نيجي على الاواخر ونغدر بيه. هيخلق مناناش في الاخر كنز شكلنا وحش. اذا خلاص كده دخل السجن هو. طب وبعدين ولا نرجع من اول؟ استنى شباب. ايه يا عم ده؟ استنى استنى يعني في الاول هو الراجل كنت بلعب بيه في الاول ده هو ده السكرتون ده المفروض الهيكل ده اللي انا فهمته والله. بس لعبه جميله جدا. طبعا عشان هقف لحد هنا فلو عجبك الفيديو انت تنساش بقى باللايك. عايزين نوصل الفيديو ده 20,000 لايك وانت لسه جديد معانا اتمنى منك تشترك معانا في القناه. وعايزكم تكتبوا لي في التعليقات الحته الاخيره اللي احنا شفناها اللي فهمتوه من القصه. اشوفكم مره جايه فيديو جديد مع يس تيوب جيمنج. يلا سلام.